ومرحبا بكم عندنا في مخاكار. اليوم اخبارك الله عليكم تجربة على خير. كنحك عاوتاني. ايه. المهم مخاكار كل صغير خوتي غادي نحاولوا ما امكن اننا نوريكم كيفاش عامل فيجا بالضبط. المميزات ديالو خصوصا في الصيف كما كتسمعوا دابا معنا وتشوفوا راه البحر البحر البحر. بقاو معنا تبارك الله عليكم. اول حاجه نبداو بها اخوتي في هذا الفلوق هي كاروسه مبحره كما كتشوفوا اخوتي. بلاد الحريه بلاد الحريه كلشي كيبحر كاروسه تجرى بنادم كلشي كيبحر اخوتي. المهم اخوتي من اخيب بلايص اللي شفتو ملي جيت اسبانيا حتى دابا صراحة كيما شفتو كوستا دي كاملة بلايا. هادي بلاية مخاكر بلاية عيانة شوية ما نكذبوش عليكم. الحاجة اللي لفتت الانتباه ديالي هو انا كاين واحد جوج كلوبز هنايا بحال 5 5 5 واحد جوج كلوبز والحديد غير لوخو هنايا وبنادم بوكو عاقا كيجي نتيجة هذا غريبة حيت البحر راه كيما جبتو معنا بلاية خايبة ولكن يمكن كيجيو على السهولة لا وما ليش ما عرفتش شنو كاين. المهم دابا نمشيو للبويبلو وخليكم معنا لين. What do you say about this بلاية؟ مالا مي 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 إت مي. المهم اخوتي يلا معنا بقى معنا تبارك الله عليكم. انا اخوتي عاملين سنسور باش تطلع عندك منطقة اللي عاملين سنسور باش تطلع عندك منطقة باش تشوف منظر بانوراما. هادي اول مرة نشوفها صراحة عجبتني بزاف. هذا منظر بانوراما تبارك الله عليكم اخوتي. طلعنا واحد الدروج مبغيناش نطلعو في السنسور حنا ماشي انانيين. المهم اخوتي في مخاكر كيرجع التاريخ ديالها اكثر من 4000 سنة اكثر من 4000 سنة تقريبا 4000 سنة وهذا رقم ضخم. وتنوع على الحكم ديالها مجموعة من الحضارات منهم الرومان منهم الموريين المغاربة اللي كانوا جايبين العيش شحال هادي. المهم غادي نمشيو دابا نطلعو هاد منظر بانورامي نشوفو شنو فيه. بقاو معنا تبارك الله عليكم. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. السنسور اخوتي كيطلع لهنا الناس كيفكروا كيفكروا فيكم لا جمله نعم سيدي ملي تزور هاد المنطقه. المهم اخوتي هاد المنطقه ولا هاد البلده ديال مخاكر شهدت نمو وازدهار يعني كانت مشى غير شويه طلعات ويعني تنمات شهدت واحد نقله نوعيه في حقبه الموريين المغاربه. هذه معلومه لي افتخروا بها صراحة وعجبتني. من تما بدات كتنتمي يعني كتنمى 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 حتى رجعت دابا بهذا الجمال اللي هي دابا فيه. ويلا تشوفوا منظر بانورامي يلا زيد يلا زيد.
انا خوتي بيسينا فوز الدار عادي بارد هاد المنظر هادا اخوتي. تخيلوا شي بيسينا بحال هادي في كاسابراتا ولا في مصلى ولا هادا السخط هادا. Let's go. الكنيسة ديال موخا كراقيتي اللي كتعتبر واحدة من أحسن أولى من المواقع السياحية في موخا كار وتبنات عام 1560 يعني قديمة بزاف. غادي ندخلو نكتشفوها من داخل ونشوفوها كيفاش عاملة وبقاو معنا زيد. كار اخوتي بلاصة ديالها جغرافيا بالتحديد جات في منطقة ديال الميريا صوب على الميريا. وطبيعة الحال الميريا واحدة من المناطق اللي كتشكل الاندلس ولا اندلسية بمعنى انها تنتمي الى الاندلس. هذا خصكم تعرفوه. انا مسيدي حاجة اللي عجبتني فيها اكثر هو ان جات في قمة بنو بلدة صغيرة قمة ديال واحد الهضبة ماشي جبل الهضبة. هذا علاش كيعطيكم هذا المنظر هذا. We'll be right back.
شوف اخوتي شو على السنسور كيفاش نعمل. هذا فوستر مدينة ونلعبهم يعني اللي ما يخضعش يركب. حنا بغينا نجربوها باش نوريكم كيفاش عامل من داخل، لائحة تيمبورادا معلومات كلشي. هذا الصخط هذا العجب هذا افتر يو مادموزيل. هلا Lynn, and now we're gonna tell them. Or Muslima. خوتي تلحوا على خير كيف بغاتكم لين وسلامة. شوفكم في لقوة واحد اخر بس بدا يكون عجبكم الفيديو. كيف ما ديما ما اقول لك لا اعمل لا جيم لا سبسكرايب لا والو. اذا عجبك الفيديو بصحتك وتهلا لي براسك. تبارك الله عليكم.